وليس بيراميدز. طب احنا عندنا بقى مشكله في دفاع الاهلي مع بيراميدز، هيحلها ازاي موسيماني في رايك كابتن شريف؟ خلاص التعرف، خلاص انا اتعرفت في مده قصيره قوي على امكانيات اللعيبه كلها انها تقدر تبقى جواكر. يعني اقدر اشوف، انا دايما كمدرب واني عارف وعادل بشوف عناصر القوه في الفريق اللي انا رايح العبه وعناصر الضعف. الاول ببتدي بالقوه عشان ادي تعليماتي للناس بتوعي، ده مقفول، ده فيرمي يعني خلص. كلوز الحته دي مقفوله عندي. هاني انت النهارده ده الراجل عبد الله مثلا سعيد، واحد هو ده البلاي ميكر اللي بياخد الكوره وبيقدر يطرف الكوره، بيقدر يطلع اطرافه والكلام ده. لا ده لازم يبقى في حد عامل له شبكه، يعني اكنها كره طايره. ما ينفعش يطلع يعمل لي سماتش في اي كوره، يشوط كوره، يعمل اي حاجه كبيره، او لو جه فاول ولا حاجه يروح يشوطه، ده انا ماليش في حاجه يعني ده مش عارف. انما لما في عناصر قوه احنا حاطين عينينا عليها، وانا عندي عناصر قوه البديله الدفاعيه، الروح اللي احنا كنا بنتكلم عليها، الجواكر اللي موجوده فيها. فما تفتكريش ان انت عندك ازمات قوي، لان اللاعب بالروح يعني الراجل ده لعب قدامي وانا اتفرجت عليه كده، شفته وقعدت اتفرج ايه مدى استمراريته في احترافه، بيلعب بروح وحافظ الحته دي. بتقول ايه؟ ما بيتفلسفش. الفتره الجايه ما عنديش فلسفه انا، لا. الفتره الجايه لا. عسكري في شطرنج، هتطلعيني قدام شويه، هتجيبي لي حد يساعدني. طب كابتن شريف اللي حضرتك بيتكلم عليه مهم جدا، مش عايزين فلسفه على المستوى التكتيكي مثلا بتتكلم، عشان كده ممكن الراجل ممكن يكون لسه بيجرب بعض البوزيشن. يعني شفنا لما حصل اصابه رجع حمدي فتحي ورا كسيرد باك، هو بيحاول بقدر الامكان كمان يتعرف، هو الكلام غير الملعب، غير لما بشوف، فممكن يتقال له كلام، بس هو كمان بيجرب في اماكن معينه. هو بدا مره مثلا بعمرو السوليه وحمدي فتحي وبعدين ماشيه كويس. تفتكر مباراه مثلا بيراميدز نص الملعب ممكن يكون مين؟ هيبدا بقفشه ولا يدي صالح جمعه مثلا يبدا بيه؟ يبدا بعمرو، يبدا بديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي، ممكن يبدا بيه سيرد باك ولا لا؟ يعني انتوا شايفين ممكن تكون انا هقول حاجه وحدي العادل طبعا ككوتش، هو انا هقول كلمه بس، طنطا غير الوداد، طنطا غير بيراميدز، كويس؟ ادي حمدي فتحي ورا واجرب في طنطا، بس ما اقدرش اجرب. انا بتكلم ان مش في الوداد. لا فانا خلاص عرفت. عادل يقول لك عادل يقول لك في المشكله اللي احنا عندنا دي، فاهم يا عادل؟ لا شكلها ايه؟ طب خليني يا كابتن هاني اتقمص الدور بتاعك ثانيه واحده واسالك انت كراجل المدرب. السؤال صعب. لا هقول له يعني لما تكون انت اللي ماسك النادي الاهلي في الوقت ده هتفكر في بيراميدز ولا هتفكر في الوداد؟ لا اكيد هفكر في الوداد. خلي بالك انا لو يعني انا لما مسؤول في النادي الاهلي اكيد ماتش بيراميدز مهم، بس مش هاخد الحافز ان اصل بيراميدز بقاله ماتشين ثلاثه فلازم ده لازم. انا هاخدها لوجيك شويه، الاهم عندي الوداد. مباراه بيراميدز مباراه مهمه علشان احضر فيها لمباراه الوداد. عايز اقول لحضرتك نجحت، برافو عليك، شكرا. نجحت 100%. عارف شكراً. ليه؟ عارف ليه؟ لان انا خايف من دي. الـ 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 الناس في مباراه بيراميدز يقول لك لازم ونكسب ونعمل، لازم نكسب، احنا اي مباراه لازم نكسب ان شاء الله لو واخدين الدوري. بس انا عاوز العقلانيه هنا، انا عندي مهمه اهم اللي هي الوداد، يبقى ناخد مباراه بيراميدز بروفه جيده، بروفه مكسب برضو صحيح، وروح عاليه، وانك لازم تكسب بيراميدز المباراه لازم تكسبها، ولكن بهدوء شويه، انك انت داخل على مباراه الذهاب بتاعت الوداد وبعدين هترجع هنا، فانت عندك مشاكل في الاصابات صحيح، فما تروحش، والوقت ضيق جدا ما بين بيراميدز وما بين الوداد صح. في اصابه مش هنعرف نعالج صحيح. ولو عالجنا هيبقى فيه اوحش فتره اللي هي ما بين السبعه والثمان ايام والتسع ايام في اصابه لعيب، يعني طبعا. انت عارف لو بعد ثلاث ايام هترتاح وتقول مش هلعب، اللي هو الحق ملحقش. ايوه، هتفضل طول الوقت انت مشغول طيب. ومشغول بيه تكتيكيا، فاللي بيحصل لو عندي واعمل التجربه، وبعدين لما تعمل التجربه فتره ويرجع تاني، فالراجل اللي انت بتحطه مكانه احتياطي بيقعد بره تاني، فانت خسرت لعيب عندك برضو انت كنت بتعده صح. فهي المشكله يا كابتن هاني ان احنا لازم نبقى لينا خطين احنا ماشيين فيه تمام، ولكن الخط الاهم
ان نشتغل فيه اللي هو الوداد. اما خط بيراميدز اكيد انت مركز له، ولكن ممكن تلعب يعني بيه باشخاص تانية، تريح عناصر ما تقدرش تعوضها، ودي مهمه جدا. يعني مثلا طبعاً انا لما اكون مدرب وعندي خط كامل في شك ان انا هيغيب عندي ثلاث لعيبه في ماتش الوداد، في شك، يبقى انا لازم امن الخط ده، ابعد عنه شويه، ممكن اعوضه في المباراه دي بناس تانية. والحاجه التانية اللي احنا متاكدين منها، اي تيم كبير في العالم وبالذات النادي الاهلي كل لعيب فيه مقيد، فهو لعيب مهم، فهو لعيب كبير، فهو لعيب المفروض انه والمفروض انه يؤدي والمفروض انه يلعب. فعلشان كده احنا بنتكلم في ايه، عايزين نروح لمباراه بيراميدز قوه، تركيز، كل حاجه، ولكن الهدوء، الهدوء اللي يخلينا ما نتهورش في اصابه ولا اتنين. ومش بقول كده، ممكن لا قدر الله اللعيب يتعور في تمرين، ولكن برضو في نفس الوقت انا بعد للمباراه الثانيه بنسبه 60 70%، ال 30% دي انا بعدها الاعداد اللي عايزين نحددها.